انتشرت ظاهرة اختفاء القبطيات في هذا الشأن. زوجة اسمها غادة صابر في اسمها غادة او بيت ان اسمها نهلة ولا نهى معرفش، انا ما بتفرقش معايا، مش عايز اشيرها. السيدة نهى السيد اللي هي اصلا كانت مسيحية وتركت المسيحية ودخلت الاسلام حديثا وعملت قناه على اليوتيوب. طبعا دلوقتي هي نمرة واحد على اليوتيوب ما تشهرهاش، واحنا تايهين، واحنا مش عارفين حتى نرد عليها. حاول مع الكنيسه وشوف ولادك، طبعا ده هياخد وقت. احنا مسيحيين مش عايزين ولادك يبقوا مسلمين. اللي زعلني ان بالفيديوهات بتاعتكم بتضعفوا الايمان المسيحي الضعيف للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي الأعزاء، حياكم الله جميعا وبارك الله فيكم. النهاردة هتكون الحلقة الأخيرة من سلسلة حلقات الأراجوز والحرامي، وسيتم الإشارة لروابط الحلقات الماضية في صندوق الوصف أسفل الفيديو إن شاء الله للي لسه ما شافش سلسلة الحلقات من أولها. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم. وحلقة النهاردة هتكون على جزئين، الجزء الأول هتكلم فيه عن تصريح للأراجوز خيري والحرامي رحومة، واللي بيحاول يوصله للنصارى فكرة إن سبب اعتناقي الإسلام إني ما كنتش بروح الكنيسة ولا أعرف أي حاجة عن المسيحية. أما الجزء الثاني وده الأهم، وهو اعتراف الأراجوز خيري من غير ما يدرى عن قصة اختطافي في أحد الأديرة ببني سويف، وهتكلم فيه هو لأول مرة، وهشرح لحضراتكم بالتفصيل قصة اختطافي في الدير وتوفيق الله ليا بالهروب من عصابة الكنيسة، فتابعونا للنهاية. الحرامي بيحاول ياخد اعتراف من الأراجوز خيري على لسانه اني ما دخلتش كنيسة ولا اعرف حاجة عن المسيحية. عمرها ما كانت مسيحية حقيقية. بقول لو انت بتناقش مين، انت ما كنتش بتخش كنيسة ولا تجري في الانجيل، الانجيل قدامك ما تجريش فيه، الكنيسة جنبك ما تخشيش الكنيسة عشان تصلي. وبتروح معك الكنيسة وبتروح الكنيسة. انا كنت بشتغل بس ما كنتش بروح الكنيسة، ما كانش بتخش الكنيسة. ده على اساس ان اللي بيروح الكنيسة عمره ما هيسيب المسيحية ويعتنق الاسلام؟ والفكرة دي هي اللي عايزين يوصلوها للنصارى البسطاء المضحوك عليهم. ولكن أحب أصدم الأصدقاء النصارى وأقول لهم إن في قساوسة ورجال دين وعلماء لاهوت حياتهم كلها كانت في الكنيسة، وبالرغم من كده الأمر ده ما منعهمش إنهم يفكروا ويتركوا المسيحية ويعتنقوا الإسلام. والفكرة الصحيحة هي إن كل ما تتعمق وتقرأ وتبحث أكتر في المسيحية هتكتشف إن الكتاب المقدس مليء بالتناقضات والأخطاء العلمية اللي هتقودك للدين الصحيح وهو الإسلام. وتعالوا نشوف نماذج حقيقية لقساوسة ورجال دين مسيحيين وشمامسة أسلموا، ونبدأ بالقس السابق إسحاق هلال اللي كان راعي كنيسة المثال المسيحي ورئيس فخري لجمعيات خلاص النفوس المصرية بأفريقيا وغرب آسيا. إبراهيم هلال إبراهيم الشواطي من قرية البياضية مركز ملاوي محافظة المنيا جمهورية مصر العربية. طبعا حياتي قبل الإسلام إن أنا ولدت كأي طفل ولد في قرية نصرانية تعدادها حوالي 18 ألف نصراني، لا يوجد بها مسلم واحد إلا عدد قليل من المسلمين، ولكن معاملتهم وحلفانهم وأي مبيعهم وشرائهم كأنهم نصارى. يوجد في القرية مسجد واحد بنت الحكومة علشانهم قديم، أما توجد بالقرية حوالي 7 كنائس. فكأي طفل ولدت من أسرة مسيحية عريقة متمسكة بعقيدتها، من أعمامي حوالي 4 أساقفة، ومن عيلة الوالدة حوالي 5 قساوسة.
ونشوف كمان القس الأمريكي السابق يوسف إستس واللي اعتنق الإسلام سنة 1991. يوسف إستس مع كبر سنه يحضر أباه الطاعن في السن المقعد على الكرسي المتحرك إلى الصلاة ويضعه بكل إحسان ورفق في الصف ليحضر صلاة الجماعة في مشهد إيماني مؤثر. لم يكونا في الماضي شخصين عاديين، بل كانا قسيسين من دعاة النصرانية ومن أشد المناوئين للإسلام وأهله، لكنهما اعتنقا الإسلام بعدما أثر فيهما شاب مسلم عاش الإسلام في كل تفاصيل حياته، فكان خير سفير لهذا الدين. أما القس الروسي السابق علي فيشيسلاف فاعتنق الإسلام سنة 1999. Я принял ислам, потому что не нашел в христианской церкви. أنا دخلت في الإسلام لأنني وجدت في الإسلام التوحيد الحقيقي الذي لم أجده في الكنيسة النصرانية. ودول كانوا قساوسة أسلموا من فترة طويلة. أما بقى عن الحالات اللي أسلمت حديثا فعندنا القس الكاثوليكي هيلاريون هيجي واللي أسلم وسمى نفسه بعد إسلامه سعيد عبد اللطيف. Some news that I heard yesterday and confirmed that it's true and it's public information and to somebody that I know personally and have also admired Catholic priest and monk just recently became a Muslim, Father Hilarion Hegyi. You know, I know a while back he was Eastern Orthodox. I think it was 2017 that he left from Eastern Orthodoxy to Eastern Catholicism. And so you can see from his Facebook account, he bears witness to the Shahada, which is the formal way of becoming a Muslim. Blog, Saeed Abdul Latif on medium.com. And here he shares his resources along the way for his conversion. والقس السويدي ليف شيتني اللي اعتنق الإسلام وانتقل للإقامة في المغرب بعد عمله في الكنيسة لمدة 30 سنة. لا إسلام القس السويدي، هذه الصورة منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي ويقال أنها لقس سويدي دخل في الإسلام وانتقل للعيش في المغرب. قضى العمر الطويل 75 سنة عمره، قضى هذا العمر الطويل على النصرانية وكان يبشر بالنصرانية. نعم كان يعمل في الكنيسة وكان يبشر بالنصرانية وهداه الله سبحانه وتعالى في سنة 2017 إلى الإسلام. دي صورة عليه قبل ما يدخل في الإسلام وهو كان طبعا في الكنيسة، وله صور أخرى موجودة كثيرة، وسبحان الله الذي هداه للإسلام. هذه النماذج يجب أن تقدم يا أخواني الكرام. كلما خرج أحد التافهين من الإسلام ذهب إلى بي بي سي والقنوات الغربية لرواية قصته ولماذا ترك الإسلام وكذا. وهذا الرجل من كبراء القوم، من كبراء القوم، 75 سنة في النصرانية، 30 سنة خدمة في الكنيسة، ورجل كان معروف في السويد ويقال في النرويج أيضا، سبحان الله دخل الإسلام، فنسأل الله سبحانه وتعالى له الثبات. أما من جهة الشماميسة فعندنا الدكتور وديع أحمد فتحي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته اللي توفاه الله قبل إشهار إسلامي بثلاث شهور تقريبا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأؤمن أن المسيح عيسى ابن مريم هو عبد الله ورسوله، خلقه الله بكلمة كن فكان، وأمه مريم صديقة، وكان يأكلان الطعام لئلا يهلكان، لا يزيدان عن هذا القدر ولا ينقصان، وأؤمن أن الجنة حق وأن النار حق، وأؤمن بالقدر كل خير وشره. أما بعد، إخوتي في الله، محدثكم الدكتور وديع أحمد فتحي، طبيب أمراض نفسية وعصبية في التأمين الصحي بالإسكندرية، وكنت سابقا وديع سليمان بطرس، وكان والدي
أحد المنصرين في الإسكندرية، وكان يعمل واعظا في جمعية أصدقاء الكتاب المقدس التي لها فرع في محرم بي حيث نسكن في الإسكندرية. ومن صغري أراد والدي أن نكون من النشطاء في التنصير، فأدخلني أنا وأخي الكبير بين الشمامسة في كنيسة العذراء مريم بمحرم بي بالإسكندرية. وأخيرا الشماس والخادم السابق بالكنيسة جمال زكريا أرمانيوس. جمال أرمانيوس الشاب المصري جند من أجل محاربة الإسلام والطعن فيه. أنا اسم جمال زكريا أرمانيوس سابقا، واسم الحالي جمال زكريا إبراهيم. أنا اتولدت من أسرة نصرانية، من أسرة متعصبة في صعيد مصر مدينة المنيا. كان جدي يعمل شماس في الكنيسة وعيني شماس وأنا سني 8 سنوات. شماس دي يعني الكورال اللي بره خارج المسبح، يعني خارج الكنيسة. فضلت في الدراسة، وأنا في أثناء الدراسة في المدرسة كنت في عدة تساؤلات أو علامات استفهام كانت بتشدني للإسلام. وإسلام هؤلاء لهو خير دليل على عظمة الإسلام ونبل رسالته، وتأكيد على أن الدين الإسلامي هو دين العقل والمنطق، فما أعظم الدين الإسلامي. ودخولهم قمة الهرم الدعوي في دين الإسلام لهو برهان ودليل على أن الإسلام سيكون له الغلبة بإذن الله تعالى. أما بقى الأراغوز لما الحرامي سأله هل أنت كنت بتروح الكنيسة، جاوب بطريقة كوميدية، فتعالوا نشوف رده كان إيه. بس أنا كنت مش بروح الكنيسة، بس أنا في عشرة بينه وبين ربنا من زمان، وقعدت معاه كنت بتناول كل أسبوع 3 مرات. يا راجل مع اني مش باين على وشك وحياة ربنا، ايه ده الكلام ده؟ ما كانش بيروح الكنيسة، وبرغم من كده كان بيتناول 3 مرات في الاسبوع. واضح انه كان بيتناول جسد الرب ويشرب دم ودليفري. وكمان كان في عشرة بينه وبين ربه من زمان، لدرجة انه كان بيقعد معاه. ما قلت لناش يا رجوز كنت بتقعد مع ربك على اي كافيه؟ ولا تخرج قبل ان تقول سبحان الله. وده كان الجزء الاول من حلقتنا، وننتقل للجزء الثاني. لو رجعنا بالذاكرة لسنة 2019 وتحديدا بعد إشهار إسلامي ب7 شهور، لما ظهرت في فيديو عرضت فيه أسباب تركي للمسيحية واعتناق الإسلام مع الأخ الفاضل أحمد سليمان صاحب قناة كشف الشبهات، رفضت أني أشرح تفاصيل واقعة اختطافي في الدير. فتعالوا نشوف ونسمع مع بعض الكلام اللي قلته في الوقت ده. أستاذة غادة، في بعض الحاجات تعرضت لها ابتلاءات وكده من دخولها للدير وكده، بس هي مش حابة تفتكر الموضوع دوت. عرضت عليها أنها تحكيها، بس هي يعني قالت الموضوع بيسبب لها ألم نفسي، وهي يعني بتقول ان هي ستظل مخلصة لأهلها حتى وان كان هم اساءوا إليها وحصل منهم بعض الابتلاءات من اتجاهها، الا انها مش حابة حتى تقول او تكرر الكلام ده تاني لان بيسبب لها ألم نفسي. الكلام ده صحيح ولا ايه؟ مظبوط. طب ممكن تقوليه؟ طيب انا طبعا تعرضت لابتلاءات كتير من بعد اشهار اسلامي، اقولهم ان انا اترفدت من عملي، انا كنت موظفه واولادي حرمت منهم، ويقال ان هم سابوا البيت ولا مش عارف ايه علشان ما تمكنش منهم وكده. ودخلت الدير. دير اسمه ايه؟ في بني سويف في البيضيه تقريبا، حاجه زي كده. وتمكنت من الهروب، وتمكنت ان انا اخرج وارجع تاني واشهرت اسلامي مره تانية. يعني عملت بدل فات الاوراق اللي اتخذت مني في الكاتدرائيه وكده. طبعا يعني انت دخلت الدير؟ يعني انا رحت الكاتدرائيه، ومن الكاتدرائيه رحت الدير. في الوقت ده كنت حريصه اني ما اتكلمش عن اي شيء يخص اهلي ومحاربتهم ليا. ومن تاريخ إشهار إسلامي إلى أن ظهر هذا الأراجوز مع رحومة الحرامي، محدش كان يعرف أي تفاصيل عن حياتي العائلية، لأني كنت حريصة على عدم التطرق لأي أمور تخصهم. لكن ظهور الأراجوز مع الحرامي علشان يشوه سمعتي ويسبوا ويشتموا في الإسلام، دفعني أني أتكلم وأشرح اللي حصل معايا من أداياء المحبة،
واللي بواجه منهم لحد دلوقتي حروب كتيرة جدا، ولكن في كل مرة ربنا بينصرني عليهم. وحكاية احتجازي بالدير قالها الأراجوز لكن عمل فيها شوية تحريفات. جت في مرة بعد مية مشيت راحت اتصلت قالت أنا عايز أرجع. كانت الكلام دي بعد مش عارف أسبوعين ولا شهر، عايز أرجع. رجعت طبعا، كان عندي مدير بتاعي الله يرحمه قال لي أنا خليك أنت وأنا أروح أجيبها لك. كانت قاعدة بني سويف وكر الإرهاب. عارف المكان ده. كتر خيره راح وجابها ورجع وجاب لها لبس وعطاها 1000 جنيه فيتا. قال لها خد 1000 جنيه. ودخلت الكدرية قلت أنا عايز أرجع. قلت طب خلاص ماشي عايز أرجع أرجع. هي كانت عاملة حركة عشان تعرف تاخد العيال وتمشي. قلت أنا وصلت الأتريا، كانت وصلت مكان بني سويف اللي هي هربت منه ساعة ما راحت الكاتدرائية، وقالت أرجع وهربت وراحت المدير عطيها 1000 جنيه عشان تاخدها وجاب لها لبس وشابت اللبس الخمار ورمته ودخلت الكاتدرائية وراحت رجعت تاني برجليها لبني سويف. بس بقى بس كفاية كذب. هنا بدأ الأراجوز كلامه بالكذب والتدليس. أنا لما اتصلت ما قلتش عايز أرجع، ولكن قلت عايز أشوف أولادي. وبعد كده قال رجعت وموضحتش أنا رجعت فين. ودلوقتي عايز أعرف إيه علاقة مديره في الشغل بموضوع إنه يروح يجيب له مراته؟ أنت ليه يا أراجوز مصمم تطلع نفسك ديوس؟ الشخص اللي بيتكلم عنه ده أحد الأقارب. وحاجة تانية، بيقول إني كنت مقيمة في بني سويف، والحقيقة عمري ما عشت في بني سويف، والمرة الوحيدة اللي رحت فيها بني سويف لما حجزوني في الدير اللي هناك. المهم سيبكم الهري بتاع الأراجوز الكذاب المنافق ده، هو الديوس زي ما هو عايز يوصل لنا، ونتكلم بالتفصيل عن واقعة الاختطاف اللي بتحصل للمسلمات الجدد في الأديرة، لأن قصة اختطاف واحتجاز المسلمات الجدد مأساة بتتكرر باستمرار. وهبدأ بسرد قصة احتجازي بالدير مدعمة بالأدلة، وبعد كده هعرض لحضراتكم التاريخ الأسود للكنيسة في اختطاف واحتجاز المسلمات الجدد، وعرض أمثلة واقعية للاضطهاد الواقع على المسلمين الجدد من الكنيسة في مصر. وواقعة احتجازي في دير العذراء مريم ببياض العرب بشرق النيل بمحافظة بني سويف كانت بعد إشهار إسلامي بشهر تقريبا. لما قررت الاتصال بشخص من كبار العيلة علشان أطمن على أولادي وأشوف رد فعله إيه لما يعرف إني أسلمت، لقيته بيقول لي أنت بنتنا مهما حصل سواء كنت مسيحية أو مسلمة أو يهودية، والضفر عمره ما يطلع من لحم، وأنا عايز أشوفك وأسلم عليكي وقولي لي أنت فين وأنا جيلك. ساعتها قلت له حاضر هيحصل إن شاء الله. فأنا بصراحة صدقت كلامه واعتقدت أنه فعلا في محبة وما فيش عنصرية والكلام ده. والغلط اللي وقعت فيه اني ما خدتش رأي حد في الموضوع ده، وده كان بسبب اشتياقي لولادي، هو اللي دفعني لكده. المهم بعد يومين من الاتصال الاول كلمته وقلت له انا محتاجة اشوف اولادي، انا عايز اشوفهم وارجع تاني. فقال لي خلاص الاولاد هجيبهم من اسيوط وهتقابليهم في الكاتدرائية في العباسية، بس علشان تشوفيهم هاتي معاك الاوراق اللي معاك كلها ليه اشهر اسلامي يعني والكلام ده. انا قلت مش هيعمل حاجة بالاوراق، انا من ناحيتي ما سألتوش اصلا. المهم بعد الاتفاق على الموعد المحدد لبست نقابي عادي جدا وطلعت من البيت اللي كنت فيه، كان في القاهرة مش في بني سويف زي ما هو بيقول زي ما الأراجوز بيقول، وقابلته ورحنا في الكاتدرائية على امل ان الولاد منتظرين هناك. وعلى الباب لقيته بيدخلوني عادي ومش معترضين على اني لابسه نقاب وداخله كنيسه ولا اي حاجه. على الباب يقولوا له اتفضل يا باشا. ده معناه انهم عارفين ان احنا جايين، عندهم خبر مسبق. وبعد كده دخلت مكتب على امل ان الاولاد يجوا، لقيت فيه قسيس هناك جه اسمه سمعان، انا سمعهم بيقولوا له يا ابونا سمعان في الكاتدرائيه. بيقولوا لي انت ليه عملتي كده؟ هو اول سؤال وجهه ليا قال لي انت ليه عملتي كده؟ وحرام عليك نفسك وحرام عليك ولادك. في اللحظة دي بقى أدركت إن أنا وقعت في كمين، فاضطريت بقى أشغل دماغي وأفكر أقول لهم إيه، وكل ده في فينتو ثانية. فرديت عليه وقلت له أنا تسرعت بصراحة. فقال لي تعرفي إيه عن الإسلام؟ قلت له أنا معرفش حاجة عن الإسلام خالص غير سورة الفاتحة. قال لي طيب تمام، إحنا هنعرفك على الإسلام.
المهم في شخص تاني قال لي فين تليفونك، قلت له اهو اخده مني. قلت له لا لو سمحت انا عايزه تليفوني. قال لي راح فتح الفون واخد الكارت الميموري واخد الخطين واداني العده كده فاضيه. وبعد كده رحت مكتب تاني كان قاعد فيه شخص اسمه اشرف تقريبا ومعاه لابتوب، رحب بيا وكان بيتكلم باسلوب هادي وابتدى يجيب لي على اللابتوب احاديث ضعيفه ويقول لي تعالي شوفي اهو ده الاسلام اللي انت رحتي له، بصي ادي الاسلام اهو. انا بيني وبين نفسي عارفه الردود على الشبهات والكلام ده كله وعارفه ان هي احاديث ضعيفه، لكن انا لو رديت ما كنتش هطلع تاني من المكان ده بصراحه. اتظاهرت بشمئزازي طبعا واوهمته ان انا ندمان على قرار اسلامي، مع العلم ان الحوار ده كله استغرق 4 ساعات علشان يعرض عليا الشبهات، وانا كل رد فعلي تمام ماشي مظبوط كلام حضرتك، لحد ما نجحت اني اوصله فكره اني ندمانه. وبعد اللقاء ده اتصلوا بالأراجوز خيري وقالوا له المدام عندنا وهي كويسة، تخيلوا قال لهم خليها عندكم شوية وربوها، لأن هم كانوا مشغلين المايك وأنا سمع المكالمة كلها، وكمان سمعتهم بيكلموا حد في الفون بيدوروا لي على مكان فاضي في دير في الطريق الصحراوي بتاع السويس. الصراحة خفت لكن تظاهرت بالقوة. على الساعة 8 بالليل كده رحت مع قوم السمعان بعربيته الخاصة لدار مغتربات، بس علشان العربية فاهمه فما كنتش شايف الطريق ومعرفتش المكان فين بالظبط، بس المكان ده بيبعد تقريبا ساعة عن الكاتدرائية. واستقبلتنا هناك تسوني وقعدت في أوضة كده لوحدي في الدور الأول، وسمعان قال لي قعدي عليك الصبح الساعة 5 علشان نروح الكنيسة عشان تتناولي، فقلت له اوكي عادي مفيش مشكلة. ولما قعدت في الأوضة ندمت إني وثقت فيهم وقعت في المصيدة، وفعلا الناس دي لا ليها عهد ولا وعد. وبدأت أقول يا رب نجيني منهم، وبدأت أدور أشوف هل في كاميرات مراقبة في الأوضة اللي أنا فيها دي ولا لا. الحمد لله ما لقيتش كاميرات مراقبة، لكن احتياطيا أنا قفلت نور الأوضة تحسبا لأي شيء. وصليت الفجر لما سمعت أذان الفجر بيأذن، وانتظرت سمعان علشان يوديني الكنيسه الصبح الساعه 5 زي ما كان وعدني. وبالفعل جه الصبح واستعديت وطلعت ورحنا الكنيسه الكاتدرائيه، نفس اللي يعني رحنا الكاتدرائيه بس في قاعه تاني غير اللي انا كنت موجوده فيها امبارح. ولما دخلت الكنيسه حسيت بخوف وذعر، وحسيت اني في معبد وثني في كل مظاهر الوثنيه، يعني شموع بخور نور احمر خافت. لما خلص القداس استدعاني قسيس تاني اسمه صميل، انا مش متاكده من الاسم قوي بس يعني متهيالي اسمه صميل، قال لي لو عندك اسئله اساليني. قلت له عندي سؤال، واحنا بنعبد واحد ولا ثلاثه؟ سؤال ساذج وبسيط بس انا عايزه اقنعه ان انا ان انا بفكر يعني. فقال لي حافظ قانون الايمان؟ قلت له قال لي قوليه كده. بدات اقول بالحقيقه نؤمن باله واحد، وقفني وقال لي انت قلتي اله واحد، كنت هموت واقول له طب ما تكمل ونشوف واحد ولا ثلاثة، اللي هو وبرب واحد يسوع المسيح، فازاي اله واحد الاب وكده قلنا رب واحد هو يسوع المسيح. ما علينا طبعا ما قلتش الكلام ده، تظاهرت بالاقتناع بكلامه والكلام ده كله. فقال لي عندك اسئلة تانية؟ فقلت له لا كده تمام. وبعد كده رحت المكتب الخاص بالقم السمعان، عمل مكالمات علشان يرتبوا مع بعض هروح فين. وبعد العصر قالوا لي هتروحي مكان تقعدي فيه مؤقتا، قلت لهم انا عايزه اشوف ولادي زي ما هم كانوا وعديني ان انا جايه المكان ده علشان اشوف ولادي. قالوا لي لا لسه بدري، انت هتقعدي معانا شويه 6 شهور كده ولا سنه اعتبريها فتره نقاهه عشان تتعبدي وترجعي للمسيح تاني. المهم رحت معاهم في عربيه وما قالوليش احنا رايحين فين، وانا ماشيه في الطريق طبعا طريق صحراوي بدأ كده النور يختفي خلاص بعد المغرب بشوية، فجأة لقيتهم بطلوا العربية ونزل واحد من العربية وفتح الباب باب العربية من ورا، قال لي انزلي بعنف كده. قلت له ليه؟ قال لي علشان احنا هنا عشان نخلص عليكي. انا خفت الصراحة بس قلت له مش مهم اموت عادي على اسم المسيح. لقيته ضحك وقفل باب العربية تاني وقال لي احنا بنهزر معاكي. واضح انهم كانوا بيختبروني ويشوفوا انا هعمل ايه، ولكن ارادة ربنا فوق كل شيء. المهم بعد فترة طويلة دخلنا على بوابة الدير الرئيسية،
الأمن على البوابة بيشوف شاف بطايق الشخصين اللي كانوا معايا اللي بيوصلوني دول، وبالنسبة لي أنا قالوا له دي دكتورة أجنبية جاية تعمل دراسات هنا في مصر وما تعرفش حاجة هنا، واداله رقم تليفون مكتوب ورا وقال له لو قربت ناحية البوابة اتصل بينا. وبعد كده دخلت وطلعت في غرفة منفردة بتبص على الشارع الرئيسي، كان في تصوني هناك اسمها مريم كانت مسؤولة عن حراستي، كانت جايبة كرسي وقاعدة تحت في مدخل المبنى علشان ما اعرفش اخرج ولا اتحرك من المبنى، وادوني مفتاح الغرفة وصورة مفتاح الغرفة قدام حضراتكم على الشاشة. وعادي ان يكون معايا مفتاح علشان لو حبيت انزل الكنيسة، المبنى ده في كنيسة تحت وفي مكتبة وفي مطعم كده يعني، لكن عندهم تعليمات ان انا ما عديش على البوابة الرئيسية يعني اتحرك جوه الدير المدى بتاعي لكن ما اطلعش بره البوابة الرئيسية. المهم قعدت الليلة دي افكر اعمل ايه علشان اخرج من المكان ده. الصبح بدري بقى لاحظت وجود رحلات كتير كانت جاية للدير، اتوبيسات كبيرة، فنزلت عادي واندمجت مع الناس، كانش حد ملاحظ ان انا مختلف عنهم، لابسة نفس اللبس بتاعهم. فلمحت من بعيد البوابة فلقيت الأمن اللي كان موجود امبارح اللي هو أخد التعليمات وأخد رقم الفون اتغير، مش هم نفسهم نفس الأشخاص اللي أخد التعليمات. المهم جات لي فكرة بسرعة أني أكلم العامل وأقول له أنا عايز أنزل القاهرة ضروري وأرجع تاني من فضلك شوف لي تاكسي. طلعت من البوابة عادي ومحدش كلمني لأنهم شايفين واحدة مسيحية طالعة عادي، وسبحان الله ترتيب من ربنا. العامل شاف تاكسي علشان يوصلني الموقف القاهرة من بني سويف، وساعتها ما كنتش مصدقة نفسي ان الموضوع مشي بالسهولة دي، كنت بقول الآية بتاعت واجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون، سبحان الله. ورحت بالفعل ركبت الميكروباص للقاهرة علشان ابدأ اعمل اجراءات استخراج بدل الفائد لشهادة الاشهار اللي اخدوها مني في الكاتدرائية، وكتبوني اقرار بخط ايدي اني رجعت المسيحية وان انا هقبل ان انا اكون من ضمن رعاية الكنيسة. والغريب والعجيب انهم بالرغم من علمهم بقصة اسلامي احتجزوني في الدير، وقدرت بارادة ربنا سبحانه وتعالى اني اهرب منهم، الا انهم بدأوا الجزء الثاني من الحرب بتشويه صورتي اعلاميا، وطلعوا على القنوات التلفزيونية خارج مصر ويقول انه مخطوفة وان المسلمين قطفوني بمنتهى البجاحة. طب ده انا كنت عندكم وانا اللي هربت منكم ورحت للاسلام مرة تانية، يبقى ازاي انا مخطوفة؟ انتوا بتضحكوا على نفسكم. وده اللي كان دافع ليا اني اطلع اعلاميا وارد عليهم واقول ليه تركت المسيحيه واعتنقت الاسلام. فاللي بيبدا المعركه هم وانا بصد الهجوم وهكذا. ودي كانت القصه الحقيقيه والواقعيه لاحتجازي في الدير من الكنيسه، وانا مش اول ولا اخر حاله بيتم حبسها واحتجازها في الدير، لان دي مأساة بتتكرر باستمرار وكانها اسلوب حياه للكنيسه المصريه، واللي بتقدر تطلع من مكان الاحتجاز ده سواء دير أو كنيسة بيكون ربنا كاتب لها النجاة. أما اللي ما بتقدرش تهرب بيكون مصيرها مجهول زي بعض الأخوات اللي نحتسبهم عند الله شهداء، ومنهم على سبيل المثال وفاء قسطنطين زوجة القس يوسف عوض كاهن كنيسة أبو المطامير، أعلنت إسلامها عام 2004، تم تسليمها للكنيسة ومصيرها مجهول. ماري عبد الله زكي زوجة القس لويس نصر عزيز كاهن كنيسة الزاوية الحمراء، أعلنت إسلامها أمام شيخ الأزهر عام 2004، تم تسليمها لكنيسة ومصيرها مجهول. الدكتورة مريان مكرم والدكتورة تريزا إبراهيم طبيبتان من محافظة الفيوم أسلموا عام 2005، تم تسليمهم للكنيسة المصير مجهول. وفاء رأفت عدلي أسلمت عام 2005، تم تسليمها للكنيسة المصير مجهول. كريستين مصري قليني أسلمت عام 2009، تم تسليمها للكنيسة المصير مجهول. وأخيرا الأخت كاميليا شحاتة زاخر زوجة كاهن بدير مواس، تم تسليمها للكنيسة في شهر يوليو 2010، المصير مجهول. واللي أمر بحبسها وقتها هو بابا الكنيسة وقتها اللي كان بيطلع عادي في وسائل الإعلام ويقول ما تسألوش عن كاميليا شحاتة. لكن هي فين دلوقتي السيدة كاميليا شحاتة؟ أنت مالك برضه؟
البعض فعلا بيسأل هي فين؟ هم مال؟ يعني الأول أنا مالي وبعدين هم مال؟ اه طبعا. اه أي إنسان في الدنيا من حقها أن توجد حيثما أرادت. يعني مش هترجع بيتها؟ اسأل. ما أنا مش عارف هي فين عشان أسأل. وأنت عايز تسأل عشان أطمن بس والرأي العام يعني. لو أنت منزعج يعني عشان تطمئن؟ لا خالص، بس أنا مهمتي إنه في تطمين للرأي العام. في ناس يا كراستك. مين قال إن الرأي العام منزعج؟ الإعلام هايل كراستك. لا لا لا. وواضح فعلا ان في ميليشيات اسسها بابا الكنيسة علشان تخطف وتقتل المسلمين الجدد، واللي اكد الحقيقة دي الدكتور ممدوح حنا اللي اعتنق الاسلام وفضح مخططاتهم. قبل الاسلام كان اسمي ممدوح حنا وهبة منصور، والان اصبح اسمي الجديد الذي اعتز به وافتخر به احمد محمد احمد. انت هاجمت الكنيسة وقلت ان فيها ميليشيات وسلاح جوه وحاجات كده. انه يا استاذ الجليل انه ليس هجوما، انه واقع كنت اعيشه فعلا، واقع كنت اعيشه بالمسمى الكشافة الكنسية والتي اسسها الراحل البابا شنودة، وذلك بحجة حفظ النظام داخل الكنيسة واثناء الاجتماعات. وهذه كشافة كنسية من شباب مفتول العضلات ويتم تدريبهم تدريبات لياقة بدنية عالية. الكلام ده خطير. أنها حقيقة. طيب أنا معايا. قد تكون الحقيقة خطيرة لكنها الحقيقة. ده غير طبعا الأخوات اللي محدش يعرفهم ولا يسمع عنهم حاجة، لمجرد إن أهلهم شكوا بس إن ليهم ميول ناحية الإسلام على طول يبلغوا القسيس علشان يجي هو وعصابته ياخدوها على الدير مباشرة. وتأكيدا لكلامي أعرض لحضراتكم أحدث حالة لاختطاف واحتجاز المسلمات الجدد، وهي أم الطفل شنودة الحقيقية، واللي اعترفت بكده بنت أخت فاروق اللي أخذ الطفل شنودة وزور شهادة ميلاد للطفل ونسبه لنفسه واخترع قصة أنه لقيه في الكنيسة. فتعالوا نشوف ونسمع مع بعض اعترافها ان ام الطفل شنودة الحقيقية اشهرت اسلامها واتجوزت واحد مسلم وحصل خلاف بينهم فرجعت لاهلها حامل، حطوها في الدير وبعد كده اخدوا الطفل منها علشان ياخدوا فاروق وينسبوا لنفسه. انا مريم يوسف. انا خالي، انا سني 29 سنة. انا قريبة فاروق وامال. فاروق ده خالي وامال دي مرات خالي، وانا طالعه علشان اوضح حقائق، وهم طالعين وبيقولوا احنا لاقينه في كنيسه ومش لاقينه في كنيسه واب كاهن. القصه دي مش حقيقيه يا جماعه. واحده غلطت، الواحده دي يا جماعه للاسف قريبتنا. طبعا غلطت معاه، غلطت وكانت متزوجها اصلا. طب يعني هي قعدت فتره معاه بس الله اعلم باللي حصل ما بينهم، يعني الخلافات او مشاكل، وبعد كده سابته ومشيت. يعني هي تزوجت من شخص؟ تمام. قريبتك؟ تزوجت من شخص. قعدت معاه بره في منطقه بعيده. تمام. منطقه يعني الله اعلم المنطقه فين. مكانها كانت فين؟ قعدت معاه حوالي قد ايه بالظبط؟ هم كام شهر بس انا مش فاكره بالتقريب قد ايه. بعد ما رجعت؟ بعد ما رجعت كانت حامل. يعني هي راجعه حامل؟ كانت حامل. حامل من شهر. معلش هو معلش يعني الحقيقه كلها هو مكان وخلاص. يعني انا الحقيقه كلها عشان خاطر الناس، انت طالعه تقولي حقيقه فتقوليها كامله. كانت حطوها في دير، وفي الفتره اللي هي كانت الام دي الحقيقيه كانت في الدير، وقعدناها في الدير لغايه ما تتم حملها، وكان في الوقت ده طبعا بيغيروا لها ورقها، لان كان والدها بيروح كل شويه السجل المدني عشان يطلع لها شهاده الميلاد. كان بيلاقي الديانه متغيره من مسيحية لمسلمة لكن بنفس الاسم، يعني اسمها هو لكن هي خانة الديانة هي اللي متغيرة. تمام. وبعد كده يعني جوزها اللي هو الأولاني المفروض اللي هو المسيحي جاب لها محامي
يعني في الوقت اللي هم لما اتجمعوا عليها وحطوها في دير كان في حاجتين يعني بيحصلوا، اللي هو ايه، اللي هو جوزها الاولاني ده كان جايب محامي بيجري عشان يجيب لها ورق او يخلص لها ورق بانها تاخد تحصل على حكم محكمه بانها مسيحيه بحكم محكمه. وبما ان الموضوع ده كان هيفضح الكنيسه، لحقوا نفسهم بسرعه وتواصلوا مع مريم يوسف علشان يقنعوها انها تغير كلامها واقوالها وتطلع مع محامي مسيحي علشان ينفوا ولادة الطفل شنودة في الدير. هو عجبي مريم كل دوري اللي انا جاي اجيبها نفي الميلاد بتاع الصغير داخل الدير. يعني شفت عيل شمام مثلا كان طالع في لايف بيقول كل الايام المستشار امير نصيف ان ينفي ميلاد الصغير داخل الدير. اه طبعا ده اللي يهمني، اه طبعا ده اللي يهمني، لان ده ما حصلش، لان الاديره اصلا ما فيهاش مستشفيات عشان تولد. الكنائس والاديره معموله دور عباده للعباده فقط. الاديره والكنائس خارج الرقابه يا فندم، ومش دور عباده فقط. وانا شفت بنفسي ان في ترفيه ورحلات في الاديره، وعادي خالص ان الدكتور يدخل الدير في اي وقت. طيب ممكن واحد مسيحي يطلع يقول انا شهادتي مجروحه لاني دلوقتي بقيت مسلمه ومفيش احتجاز في الاديره. طيب يا سيدي تعال اسمع الكلام ده من واحد مسيحي. فاكو ستاند. طيب اللي احنا معلين عليها فينها؟ انا كل مره اسال عليها يقولوا لي فلان ده رجعت مصر، اصله محطوطه في الدير. طب انت حطيتها في الدير ليه؟ ليه؟ وجوزها فين؟ واولادها فين؟ ما حدش. دي كلها حاجات دخلت فيها مخابرات واجهزه مخابرات وهو قاعد يعمل لهم كفر اب. ونروح لمثال تاني وواقعة تانية حصلت لأخت أسلمت وهي عبير طلعت اللي ربنا كتب لها النجاة من الاحتجاز في سكن القديس يوحنا الملحق والملاصق لكنيسة ماري مينا في منطقة إمبابة. أحمد سيف الإسلام حماد المحامي، كلفنا من اللجنة العامة لحقوق الإنسان بالنقابة العامة بالدفاع عن السيدة أسماء محمد أحمد إبراهيم اللي هي شهيرة باسم عبير طلعت فخري. أقوال العميد فايز غباظة مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة. أقواله قدام نيابة أمن الدولة العليا يتولى الاشتراك مع القيادات الأمنية في البحث عن الزوجة المحتجزة، وذلك في إطار إصرار الجانب المسيحي على عدم وجودها لديهم وإصرار أنصار ياسين ثابت باحتجاز السيدة أسماء لديهم. يعني دلوقتي إيه؟ الجانب المسيحي بيأكد إصرار مش موجودة، والجانب المسلم بيقول لا موجودة. فحصل اتفاق يشكلوا بعض كبار رجال الشرطة وبعض من رجال الكنيسة وبعض من المسلمين يفتشوا المكان اللي هيقول عليه الزوج إن إيه الزوجة فين. هذا الاتفاق ليه؟ حصل إصرار ونفي من مين؟ من قادة الكنيسة. هو الأب أبانوب والأب شاروبين. طبعا طلع بعد كده انها موجوده، اضافه ان التحريات النهائيه توصلت ان زوجه المذكور ياسين ثابت كانت بالفعل محتجزه باحدى المساكن المجاوره لكنيسه مرمينا، وان بعض العناصر المسيحيه كانوا على علم بذلك وقاموا بحشد العديد من المسيحيين في مواجهه انصار ياسين ثابت. العميد عرفه حمزه اللي هو مدير المباحث الجنائيه لشمال الجيزه حدد من هم العناصر الايه المسيحيه. قال لك ايه؟ بالاضافه ان قيادات كنيسه مرمينا كانت بالطبع على علم بمكان تواجد المدعو عبير، فقاموا بحشد العديد من الافراد المسيحيين على التجمع في مواجهه المسلمين. قيادات كنيسة مرمينا عارفة ان البنت موجودة محجوزة، هم الحاجزينها. اقوال العقيد عمرو محمود رضا رئيس مباحث امبابة، اشار التحريات عقب ذلك ان الزوجة الغائبة كانت متواجدة في وقت معاصر للاحداث، هي ونجلتها باحدى العقارات بالقرب من كنيسة مرمينا، واطلق سراحها عقب تصاعد الاحداث عند الكنيسة. انا تفكيري ان الكنيسه خارج عن القانون المصري. تمام. هل هذا ارهاب لعبيد؟ لا، انا بقول مش ارهاب لعبيد، للاسف ارهاب لكل من تفكر في اشهار اسلام. حريه العقيده يا جماعه، طب ما في ناس مستنصرين. هل شفتي شيخ الازهر
مسك واحدة منهم حبسها في الجامع. وده فعلا إرهاب لأي واحدة بتفكر في إشهار إسلامها، إن هيتم التنكيل بيها وحبسها، بل وممكن توصل لقتلها لو أصرت على موقفها إنها عايزة تدخل الإسلام وتترك المسيحية. وده بيتنافى مع حرية العقيدة والمحبة والشعارات الرنانة اللي بنسمعها دايما منهم. وفعلا سؤال المحامي ده كان سؤال وجيه للنصارى، فأنا ما سمعتش إن الشيخ الأزهر أو إمام مسجد حبس حد اتنصر أو ألحد أو اعتنق أي دين تاني. وبكده أكون وضحت حقائق اختطاف وحبس المسلمات الجدد في الأديرة والكنائس في مصر وبالأدلة التاريخية الموثقة. وفي انتظار تعليقات حضراتكم على الحلقة، وانتظرونا في الحلقات القادمة إن شاء الله وعرض موضوعات وحقائق حصرية كما عودناكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.